يبدو أن هناك تفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، كيف تفسر ذلك سيد وليد؟ يعني هلأ طبعا الصراع يعني متعدد الأوجه طبعا، والدبلوماسية هي جزء من هذا الصراع، ولا يجوز لنا أن يعني نفترض بأن هناك يعني غزل إيراني أمريكي، لا بل يعني هي الدبلوماسية مستعرة يعني بلغت الذروة في اجتماع نيويورك السنوي الحقيقة. هذا ما أراه من خلال طبعا اللقاءات الجانبية، سواء كان بين روحاني والرئيس الفرنسي أو التصريحات الألمانية الملطفة للأجواء أيضا أو خلافه، كلها تصب في هذه الخانة. يعني هي الدبلوماسية، والدبلوماسية الخطر الكبير أنه إذا ما فشلت الدبلوماسية يعني هذا قد يفتح الباب على مصراعيه، يعني نحو القوة العسكرية، وهذا يعني ما لا نرجوه، لأنه الاقتصاد العالمي كله وليس فقط الإقليمي سوف يكون في مهد الريح. نعم. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صرح بأنه يعني باتت الظروف مهيئة لعقد تفاهمات بين إيران والولايات المتحدة، برأيك على ماذا يستند الرئيس الفرنسي بهذه التصريحات؟ سيدي، على هذا المستوى هناك يعني إذا جاز التعبير يعني تناقضات في التصورات. التصور الأوروبي مختلف عن التصور الأمريكي البريطاني، والتصور الفرنسي أيضا متميز عن التصور البريطاني والألماني، ولكن التصور الأوروبي هو يعني أولا الأوروبيون يعني لا يسعون إلى تغيير النظام. النظام بالنسبة للأوروبيين هو يعني متغير ثابت، يعني حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. هم يعني ليس أولوية في سلم أولوياتهم. أما الأمريكيون ربما أحيانا يعني يظهرون بعض يعني هيك يعني المرونة في على هذا المستوى، ولكن في العمق هم يريدون أن يغيروا النظام. إذا هناك تناقض جوهري بين المشروع الأوروبي والمشروع الأمريكي من جهة الملف الإيراني. ثم الأوروبيون الحقيقة يعني تعايشوا مع الاتفاق النووي واعتبروه إنجاز. طبعا نعم. هناك تناقض مع الأمريكيين الذين يعتبرون بأن هذا الاتفاق النووي هو ليس إنجاز بل هو ابتزاز للغرب ولأمريكا ولأوروبا. طيب رفض إيران للدعوات الأوروبية بخصوص التفاهمات مع الولايات المتحدة، هل من الممكن وصف ما تقوم به إيران بأنها هيمنة، أو ما هي السياسة التي تقوم بها إيران حيال هذه الدعوات الأوروبية؟ سيدي، على الاقتصاد مفيد إيران. أولا الثورة في إيران بال79 هي خارج منطق شرق غرب الحقيقة، وهي يعني خرجت مستقلة من هذا الصراع بين الجبارين حين ذاك، ولكن هي في الوقت نفسه يعني هي مشروع توسعي في المنطقة. يعني هناك صراع شرق غرب على المنطقة كان، ولكن المشروع الإيراني هو أيضا مشروع توسعي في المنطقة، وإيران هي مستمرة على هذا الصعيد يعني من خلال التعبئة الإقليمية وتفعيل دور أجهزتها وأزرعتها هنا وهناك. إيران الحقيقة لا تستطيع أن تعيش في حالة من الاستقرار. الخطاب الإيراني منذ بزوغ فجر الثورة وحتى اليوم هو خطاب يعني ثوري وخطاب تعبوي وخطاب يعني يقوم على المواجهة، والشعارات واضحة وسياسات واضحة والممارسات أيضا واضحة. أنا على هذا المستوى اليوم طبعا نحن لا نريد أن نحمل جهة واحدة طبعا المسؤولية. يعني المشروع الأمريكي في المنطقة هو مشروع ويتناقض أيضا مع المشروع الإيراني، وهناك مشاريع عديدة. أنا ذكرت المشروع الأوروبي، وهناك أيضا مشاريع أخرى الحقيقة يضيق الوقت لذكرها وذكر خلفياتها وأهدافها. طيب على ماذا تعول إيران برأيك سيد وليد؟ يعني مقاطعة دبلوماسية وسياسية، وهناك أيضا عقوبات اقتصادية تواجهها إيران من سياساتها العنجهية التي تقوم بها في الشرق الأوسط. على ماذا تعول؟ ماذا يسند إيران برأيك؟ إيران تراهن على الوقت،
إيران تراهن على الوقت، هي تحاول خلط الأوراق، ربما يعني هذه الاستراتيجية يعني تخرجها من عنق الزجاجة التي هي فيه الحقيقة. هي ليس لديها أوراق اليوم الأذى الذي يلحق بتدفق النفط عبر هرمز إلى آخره، يعني يلحق أذى كبير بأهم حليف لإيران هو الصين. اليوم الفاتورة الصينية النفطية ارتفعت بشكل مخيف بسبب ارتفاع سعر البترول بسبب السياسة الإيرانية في المنطقة. لا. يعني في الميزان التجاري وميزان المصالح إيران خسرت حليف هي الصين، وقد أيضا تخسر حلفاء آخرين. هي تلعب على الوقت الحقيقة، وهي هي مأزومة داخليا ومأزومة أيضا خارجيا، لأنه اليوم الرأي العام وصلت الفكرة سيد الرأي العام الذي كان مساندا لإيران عند بداية الثورة اليوم يعني هو منقسم وهو غير مساند، وفي بعض الأحيان هو معادي أيضا للسياسة الإيرانية التوسعية في المنطقة. إيران ينبغي أن تحترم حدودها وأن لا تتدخل في شؤون الدول العربية ولا غير العربية. شكرا. هي وغيرها من الدول، ومن ذلك القانون الدولي يجب أن يكون هو الفيصل. واضح سيد وليد. وهو معيار الاستقرار والنمو والتقدم في هذه المنطقة. شكرا جزيلا لك.